لا مأجر ضاع، وسعادتك عارف مين هو ضاع. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه. قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا ملك. ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسة. قلت ايه؟ خمسة خمسة، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا استهجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشيرهان. طب ما مؤاخذة يعني، تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتذوقك يا اخي كله. لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ اه صحيح، فاتتني دي. اه وعشان فاتتك دي هم 3 بواكب مفيش غيرهم. بس خلاص هنا، يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي، يلا شوش. يلا خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده. انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه ادب قوي على فكره. خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم. يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني. بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. العربيه انا متشكر. انا شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. أيوة فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا هجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكسي اشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكسي اشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟
العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا أصلا، ما كانش اتولد. صح، أوكي. أنا مش هتكلم خالص، ياريت بأكد. ياريت. حرف جر في حكاية قصة سارق السفن قرصان. قرصان يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان؟ لا طبعا، أكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب إيه؟ إيه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش أنت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ أيوة، إيه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي أنا أعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ إحنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد أهو. حفيد القرصان، يس. برافو 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 عليا بجد، ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا، انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا. بص يا ستي، كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو والله الجاكيت اللي لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني، ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره، مش انتوا عندكم شركه شحن؟ في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه، احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعة، فلافيلو، واللي غير دي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكاه حكاه، صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزة امشي. أنا كمان تعبت بصراحة. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي، والصبح نيجي فريش نكمل، عشان أنا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس أنا مش عايزة أروح البيت عند صباح وشريهان وأقعد في بيتهم، أنت مش فاهم بيتهم عامل إزاي. طب أبات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجة. أنا آسف. بس أنا نو واي أروح أبات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي ان ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجة وجاية، أكيد يعني مش هتضيع وبتسيب الست دي هنا. تجيب إيه؟ أنت أصلك هبلة يا بنتي، زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكاية ده. هاي شريهان حبيبتي، عاملة إيه؟ وحشتيني قوي. بصي أنا جبت لك معايا إيه؟ الله الشبح الكبير، شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح.
سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجله؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست كل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دوره ولب خشابي ما ازقزتش. اه وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ اه عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا فيه كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لقمه وانت. قوم يا وريني عرض كتفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك؟ حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعدان. انت غور من هنا كتكداية. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبه هنا من الهداية دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح. خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان أحل الكلمات المتقاطعة. على فكرة أنا أوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني أنتِ ما رحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلتي؟ لأ والله، بس أنا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني، وأنتِ عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت أتسلى. طب هاتي المجلة. أنا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت إن الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان. وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه يا شريهان. ماشي. انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب صدقي بقى مش هقول لك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحتش. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشاية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لا مؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا أكيد؟ أكيد تقريبا. أنت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما أنا معايا الفلاشاية في السنسلة. الفلاشاية والسنسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. أنا هقوم أجيب الفلاشية.